أنا لحقت حتى السكيكتا باش نتعرفوا على عادات وتقاليد العائلة التم. هراس أو طاجيست كما كانت تعرف قديما هي كما راكم تشوفوا مدينة شابة بزاف سكيكدا أو روسيكادا كما كانوا يسموها الفينيقيين، شبحت الشرق الجزائري بشواطئها، وميناءها يعد حاليا من الموانئ اللي يلعب دور كبير في الاقتصاد الوطني، وين نلقاوه همزة وصل للمبادلات التجارية القادمة من المدن المجاورة، وحتى ما بين ولايات الشرق والغرب والشمال والجنوب الجزائري. نلقاو البحر والطبيعة والمعالم اجتمعت باش ترسم هاد اللوحة من إبداع الخالق، وين تخليها منطقة سياحية منفردة بهاد المناظر. وكل عادة باش نتعرفوا على عادات وتقاليد المنطقة رحنا زرنا عائلة حسن جاب الله بالحروش بسكيكدا. استقبلتنا السيدة حليمة بهذه الابتسامة العريضة. سيدة حليمة هي من أصول قسنطينية واليوم حبت تمزج بين عادات قسنطينة وسكيكتا. رحنا للكوزينة ولقيناها وجدت كل مكونات الجاري. هذاك هو اللي تعرفي يا رمضان لازم يفطروا في الوقت. في الوقت انا نشوفو مدام حليمه جاريه ما كاش حميصه كما نقولو حنا، ما كاش الثوم ما كاش الحمص، حنا نديرو جوست بالبصله يا ملح وفلفل الكحل، نديرو بالكحل كيعود احمر، ما نديروش سبحان الله نو 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 ملح وفلفل الكحل ديجا اصلا نديرو باللحم مغني، لحم مغني يطلق البنه صح صافي، وني بو بديجا نزيدو نحطو فيه دي زانغغيديون. بصح انا نشوف لي بولات على فيون داشي، لي بولات على فيون داشي هادو نديروهم نداويوهم شويه بيان، نداويوهم بصح على الاخر نلوحوهم يكون ما يديش وقت كبير للطياب، ما يديش وقت كبير للطياب. دوك نبدا عندنا البصله ودوك نحطو فيها شويه كيما لا فيجون تاع سكيكدا، يخدموه بال يحطو فيه شويه طماطم حب كي جا حبت كيما هما سي تخي تخي بون. وانتي كيفاش كنتي موافقه؟ حنا ما نحطوش طماطم حب، حنا جوست نقليو بالزيت ملح وفلفل الكحل والبصل واللحم سي تو، بصح ما نحطوش هذا، بصح كي جيت هنا وحطيت شويه طماطم يسالي لو غو تاع سي سي بون سي بون فوالا بلو بون. هاي بيان سور الدبشه لازمه، انا نشوف بلي كاين الكرافس تاع الكرافس، الكرافس لازم الجاري الاحمر كون ما تحطيش الكرافس ما يجيش جاري جاري الكرافس والدبشه. نزيدو شويه بسكت الطنجره تاعنا كبيره كويير ندير بها ها دو سي بون، ميم كي الحار نحطو على الاخر حنا فلفل شكون لك عليه ما نكثرش واللحم ثاني اللحم باسكو غنمي فيه الكغا باسكو حطينا ديجا الزيت ونحطها فوالا ديرها تتقلى ونحطها تتقلى فودو تخي بيان باسكو كي تسقط تقلى فودو تجي بنينه صح الماكله حطوا الجيري تاعنا يتقلى تخي بيان ونخليوها فودو فوالا يا صحة يا عايشة. هاي ندير تجينا رخام ندير دعوة غير تقصر اليوم الماكلة اللي والو تحاش تنطلع لي مليح. تخي بيان سي بيان هاكي شاطره هاكي شاطره زعما تاع طاجين الرخام. هاي طاجين كي نعرف سموه طاجين الرخام يجي تقيل ولا شباب ولا يجي يجي ولا غالي يجي باهي ها يعني دا كوتي غالي باسكو كي تحكمي عظمه كيما هاك مشرشمه وزيدي تعمريها بيان لا فيون داشي يلوي فو يعني صح. ها لازم ولازم له لاصوص تاعو بصح اللي فيها لاصوص تاعو كي تكون فيها البولي اون صوص بلونش لوغ فيها البولي ودوك نعطيك الطريقه اللي نديرو بها باش غاس كيما الدوما جونغ
لو جونغ هاي بس هذا شويه ثقيل. تعالوا شويه نقول لك وحده امورسو كيما هكا عظمه فيها لا فيون داشي بزاف يكفي بلا صوص تاعك وفيتاميني وفيه كلش فيه كلش يعيشك يا برك. انا من لو جونغ اللي ندير المصوص. تبدا السيده حليمه بتحضير الفيونداشي مع الملح والفلفل الاسود وشويه بصل وملعقه ثوم ومعدنوس تخلطهم بيدها مليح باش تدخل المكونات فيما بعضها. تحكم العظمه ولا حبه البيض تغلفها بهذا الخليط على هذا الشكل. طيب يا معدنوس نعمود كثري من الجبيه مشي عليه ديك تجيب بلو بون تخدميها شوفي تخليها تغطيها تحطيها في الفريغو زيت تطلق البتنيها كيما تقولوا نتوما كي تكون لا ماشي فري بالك لو كان تكون ملح في الحال ونحط الموس دوكا نحكم العظمه تاعي شتي دوك تزيد ديجا العظمه مدوره تزيدوا لها لا فيون داشي تزيد في الفوليوم صح لازم تلصق مليح شافي كيف هنديرها تشوفي نزيد لها وحده فوالا ها كيفاه جات لا فورم تاعها تري بيان دوك دير واحد الاولى شتي كم من البقا هاي لا دوزيام شتي كيفاه جات في العظمه بصح واش قلت لك يشبع يشبع ها عملي 3 فوالا هكا شات تقلى مليح شكلها تقلى بيان ها لابس البصله كلش عاد تقليه في الماكله تري بيان ميم كلش في التقليه شوفي كي تبان التقليه مليحه يعود الزيت وحده سيباري على البصله تري بيان دوك نحطوا له نغطيو ودرقي عليها نزيدو نخليوها بيان سور في الدو نحط البصله ملح وفلفل الكحل معدنوس ثاني ما نحطش نحط جوج على الاخر باش تشوف ديكوري تري بيان فوالا البصله ثاني تبنن ترجع للمرقة البيضة تاع الطاجين الخام اللي تحضرها بالدجاج والبصل والفلفل الأسود والملح وتزيد لهم السمن والزيت وتحطهم يتقلاو على نار هادية وتولي للجاري باش تمرقوا. لحقنا الطاجين المحور اللي خلتني السيدة حليمة أنا نوجده اليوم. طاجين المحور معروف عند الجزائريين بالكسكس لكن في الشرق يحضر بطريقة خاصة. في من العرس نديرو هذا نديرو المحور هاي دونك هذا زيدي الملح وفلفل الكحل حطونا دونك تشوفي لا ديفيرونس بين الكسكس الابيض وهذا المحور ما فيه زوج بيض كاين اون ديفيرونس بينهم هاي شوف ماكاش لي ليجوم شويه حمص ماكاش لي ليجوم هاي نعطيك كونتيتي سي بون عينك تشوفي سي بون سي بون ما زيدت قبل بالك قبل المغرب نكمل نصومو كي شطره انا في رمضان فطروا بصوصيه من هنا داكور صافي دوكا مزال حتى تجي شويه ثانيه
معروف في سكيكدا بشريطها الساحلي، ولازم تكون المأكولات البحرية حاضرة. خيرتنا اليوم السيدة حليمة البوراك بالكخوبات، وين تحط خليط اللحم المرحي بالبصل والزيتون وترشقوا بالكخوبات وتديروا على شكل لسيقا، وهكذا تكون وجدة الماكلات عنها اليوم. جميلة. كالعادة بعد ما تكمل الطياب تخرج السيدة حليمة وأولادها للبالكون باش يستنوا الأذان، واليوم دلتي باش نستنوه كيف كيف. بعد ما يرفع على مسامعنا الأذان نروح نكسروا الصيام بعد ما توجدت المائدة من كل ما لذ وطاب. بنينة بولك بنينة جاري بنينة يعطيك الصحة. يعيش يعيش. سكيكدا مشهوره بزاف بال لي فريز، مشهوره بال لي كروفيت، مشهوره بلو بواسون جينيرال، لا ساردين. يموتوا على الاكلات هادو. عاداتنا ملاح وتقاليدنا ملاح، سورتو حاجه لا فامي. دوك لي فامي اللي نشوفوهم جينيرالمون او نقول لك 80% تما ما يتلموش مع بعضاهم وقت العشاء، ما يتلموش مع بعضهم وقت الغداء، ما يتلموش بعضهم في السهره. درك ميم كنت بكري تجمعنا وشي كانت عندنا اون سول شين. درك عاد لا غالبوني في دون زي موند سيفيليزي. درك الدنيا عاد سيفيليزي، لا غالب كاين الانترنت كاين بيان سور. صافي صافي نقصت بزاف، مش شويه نقصت بزاف. انا ماذا بيا درك وحده كيما انا نربي ولادي تاع يعودوا يتلموا مع بعضاهم. تاعكم ما كانش لو بير في العشاء يقولوا ما نتعشاوش حتى يجي بابا، فهمتيني؟ تاع نتفرجوا، ولو كان حب واحد فيهم صغير يتفرج كوميك نعفسوا على قلبنا ونتفرجوا مع هذاك الكوميك، فهمتيني؟ جوست باش نحكموا هذيك اللمه. السهرات في الحرلوش بسكيكدا كيما كامل الجزائريين تجتمع العائله حول صينيه الحلو. مشاهدينا هذه المره من الحرلوش بولايه سكيكدا تعرفنا على عادات وتقاليد منطقه سكيكدا عند عائله احسن جبر الله اللي فتحونا اليوم ببان وقول، عرفونا الاكلات والاطباق التقليديه مع سيده حليمه اللي عيناهاش فيها اليوم. بصح نقول لكم باللي تعبها مرحش بطل، الماكله بنينه بزاف، لمتهم هايله وشابه، وان شاء الله ربي يدوم هذه اللمه ان شاء الله وهذه العائله. يعطيكم الصحه عائله احسن جبر الله. وعلى هذه السهرة وهذه الحلويات وصلنا مشاهدينا لختام عدد اليوم. أضربكم موعد في أعداد قادمة مع عادات وتقاليد منطقة من مناطق الجزائر. إلى ذلك الحين تهلاو في روحكم وصحة سحوركم. هز. عندك
حركوا ما ندير بلونقة حتى تحار. نتمنى الدوم لمتكم وتحلى ايامكم مع بعض.